paper sandwich. Enjoy your meal. ليه نتشقق فرح لما نعرف أنه مطعم جديد فتح ويقدم الوجبات أو اليوم ببلاش؟ ليه نصطف طوابير في انتظار الوجبة المجانية رغم أن جيوبنا مليانة فلوس؟ ليه نحس بالإحراج في عيد الميلاد إذا أحد أهدانا بدل الهدية مبلغ من المال؟ ليش نقبل هدية قيمتها أضعاف أضعاف هذا المبلغ؟ هذه الأسئلة لها جواب واحد، وهذا الجواب قدمه مقال اليوم اللي يقول إننا نعتقد إننا قاعدين نعمل قراراتنا بعد تفكير كافي، نعتقد بأننا منطقيين وعقلانيين، بينما الحقيقة إننا irrational beings أو كائنات غير عقلانية في أحيان كثيرة. هذه الحقيقة مرة، وهذه الحجة مزعجة. مقال اليوم يقول إننا عادة نعمل نفس الأخطاء، عادة نتخذ نفس السلوكيات من غير تفكير، وكأنه في برنامج تشغيل في عقولنا مخلينا نعمل نفس الشيء مرة واثنين وثلاثة بدون أن نفكر. مقال اليوم اللي بعنوان How predictably irrational are you؟ يقول نحن كبشر غير منطقيين في الغالب، بل نمشي على سيستم واحد في الحكم على الأشياء. الإنسان يكرر نفس الشيء مرارا وتكرارا كأنه روبوت. خلينا نبدأ ببساطة ونقول إيش معنى كلمة rational و irrational. ممكن أقدم تعريف بسيط الآن كعربون تعارف بيننا، لكن الموضوع أكبر من تعريف هذه المصطلحين في سطر واحد، لذلك من الأفضل أن تكون تعريفك الشخصي بعد الانتهاء من البودكاست. 100% حتوصل لتعريف أوضح من أي تعريف حتسمعه الآن. ببساطة rational معناها عقلاني، أو شخص يمشي على المنطق والعقل والتفكير ليحكم على الأشياء. irrational عاطفي، حماسي، حدسي، يعتمد على الفطرة أكثر من العقل. الشاهد هنا واللي المقال قاعد يحاول يقوله لنا إننا كبشر نعتقد بأننا rational، نعتقد بأننا عقلانيين، بينما نحن irrational، عاطفيين، حدسيين. والأسوأ إنه سهل خداعنا بتريك بسيط، بداية غير مطمئنة أنا عارف. Let's go on. على أي حال، عندك ولد صغير، أنتم جالسين في المطعم وتتمنى إنه يطلب عصير طازة، حتجيه بكل حب أبوي كبير وتقول له إيش تبغى تشرب؟ إذا شغلت حواجبك وقعدت تحركها مع ابتسامة مصطنعة تحاول أن تلفت نظر ولدك لعصير التفاحة والبرتقال، فأنا أبشرك وعن خبرة إنه ولدك حيقول لك أبغى بيبسي. لذلك التربويين يقولوا لك غير طريقة سؤالك وخليها خيارين فقط، زي يا ولدي يا حبيبي، تشرب عصير برتقال ولا تفاح؟ أنت وضعت الولد الآن أمام خيارين أحلاهما مر، حيختار المر بدل الأكثر مرارة، يعني من وجهة نظره حيقول إما تفاح أو برتقال. هذه خدعة بسيطة قد تكون قد ابتسمت عشانها، خدعة بسيطة لطفل صغير، لكن المسألة أكبر من كذا. المسألة إنه إحنا بنتعرض لخدع مشابهة كل يوم، وهذه الخدع للأسف بتمشي علينا زي السلام عليكم. خلينا ناخذ مثال واثنين وثلاثة. دان أرلي اللي ألف هذا المقال واللي اختار له عنوان مستفز شوية، العنوان يقول لأي درجة أنت كائن لا عقلاني سهل التوقع. هذا المؤلف أعطانا أمثلة على اللا عقلانية اللي نعيشها ليل نهار. بصراحة هو أثبتها معمليا. كيف أثبتها معمليا؟ لما عمل تجربة مع مجموعة من المرضى، أعطى مجموعة من المرضى حبوب لخفض الآلام pain killers، وقالوا لهم، وطبعا اللي قالوها الآن هو جزء من الخدعة، قالوا لهم بأن سعر الحبة الوحدة دولار تقريبا. بعد فترة أعطوهم نفس الحبوب، لكن هذه المرة قالوا لهم بأن سعرها بنس واحد فقط. النتيجة كانت أن مجموعة كبيرة من المشتركين عبروا عن إحساسهم بتحسن كبير لما أخذوا العلاج الأغلى سعرا. ليه؟ لأننا بخصوص صحتنا ما عندنا مشكلة ندفع أكثر،
لأنه زي ما يقول المثل الغالي ثمنه فيه. الحبوب الغالية في نظرنا وفي حدسنا هي أفضل وأكثر فاعلية، لكن للأسف الحقيقة هي أن الحبوب الغالية والرخيصة في هذه التجربة كانت مجرد فيتامين سي. الشاهد هنا أننا بنتخذ قراراتنا أحيانا بطريقة الحدس. العلاج الأغلى ثمنا هو الأكثر فعالية. فضيحة القرن في أمريكا كانت عام 2001 لما أفلست شركة أرنون، هي واحدة من أكبر شركات الطاقة في أمريكا. كان السبب في إفلاسها هو التلاعب في الأوراق المالية، اختلاسات، تزوير، خداع على جميع المستويات. بدأ علماء النفس يتساءلوا ليه الإنسان سهل أن يسرق رغم أن الكل يدعي بأنه أمين وشريف. أمريكا لوحدها كشفت أن تكاليف السرقات والاختلاسات في سوق العمل وصلت 600 مليار، 6 جنبها 9 أصفار، ولا زال الجميع يدعي بالشرف والأمانة. الكاتب يقول كلام مضحك لكن حيفتح عيننا على نقطة غريبة. يقول لما يتم تشجيع الناس أو إغراءهم على السرقة فالغالبية العظمى ستسرق، لكنها ستسرق القليل فقط. نعم، الناس تفضل أن تسرق القليل. الناس تحب تفاصل، تحب تعمل كومبرومايز حتى في السرقة. الناس يفضلون سرقة القليل لأن القليل راح يبقي شوية شعور بالأمانة. ممكن تسرق سندات بقلب مرتاح لكن مو فلوس. ممكن تتلاعب في الأسهم وتلهف مبالغ جيدة فقط لأنه يدك ما امتدت على نقود ورقية حقيقية. اللي قاعد يتخذ القرارات الآن، اللي قاعد يبرر لك أنه هذه السرقة لم تؤثر على أمانتك ذاك التأثير الكبير، هي اللاعقلانية. هذا العقل اللي تعود على أنه السرقة عادة تكون مبالغ ضخمة على شكل عملة حقيقية. أما التزوير والاختلاس وإتلاف المال العام والأسهم فدمها مهدر. بقايا الضمير اللي داخلنا خلى الناس تدخل عالم السرقة من الباب الخلفي، باب الغش، الخداع والتزوير. بقايا الضمير هذه أفسدت علينا متعة السرقات الضخمة. في مقولة طريفة لمحمد الرطيان ممكن تشرح هذا الوضع وتقول الضمير ما يوقفك عن الجريمة، فقط هو يعكر عليك متعة الجريمة. خلونا من الغش والسرقة وإهدار المال العام، نروح منطقة أجمل شوية، المواعيد الغرامية. مواقع التعارف لإنشاء علاقات غرامية منتشرة جدا في أمريكا وأوروبا. في فريق بحث عمل تجربة جميلة بأنه قدم صورتين لمجموعة بنات، الصورة الأولى لشخص اسمه جون والصورة الثانية لشخص اسمه مايك. طلبوا من البنات إنهم يختاروا من الصورتين من هو أكثر جاذبية فيهم ومين ممكن أن يتعرفوا عليه من هذول الشخصين. كان البنات عادة يختاروا مرة مايك ومرة جون، لكن اسمع التجربة الحقيقية والقوية. التجربة الحقيقية بدأت لما الفريق أخذ نصف عينة من البنات المشاركات. نصف العينة قدموا لهم 3 صور، صورة المايك، صورة الجون، وصورة ثالثة لمايك برضو لكنها مشوهة شوية بالفوتوشوب، وطلبوهم اختاروا من هو الشخص اللي ممكن تتعرفوا عليه. الآن أبغاك عزيز المستمع، عزيزة المستمعة، أن تخمن الغالبية العظمى من المشاركات اختار صورة مين؟ مين اختاروه كأكثر صورة جذابة وتستاهل المواعدة؟ ما حعطيك فرصة طويلة. نصف العين الأولى اختارت مايك، صورة مايك الطبيعية من غير تشويه. نعم، البنات تركوا صورة جون وتركوا صورة مايك المشوهة، اختاروا مايك الطبيعي. طيب نروح للنصف الثاني من المشاركات، أعطوهم صورة مايك برضو وجون وصورة ثالثة لجون هذه المرة لكنها صورة مشوهة بالفوتوشوب. تتوقعوا مين كان أكثرهم جاذبية في نظر الفتيات؟ نعم، صورة جون الطبيعي. المشاركات تركوا مايك وتركوا جون المشوه وراحوا لجون الطبيعي. وهذه النتيجة لها معنى واحد حتسمعوه الآن.
البنات لما قدموا لهم صورة جون الطبيعي وجون المشوه وصورة مايك، ركزوا على جون فقط بنسختيه الطبيعية والمشوهة وبدأوا المقارنة، ووجدوا أن الصفقة الرابحة هي صفقة جون الطبيعي. نسيوا مايك تماما. نعم، عقلنا الذكي أو ما نعتقد أنه ذكي قام بحسبة سريعة يقارن فيها بين بضاعتين واختار البضاعة الأفضل ورمى بالخيار الثالث في الجحيم. هذه المصيدة اللي استغلها خبراء التسويق النفسيين طبعا، عيشون عالم من المقارنات الفارغة أطلق عليها علماء النفس مصطلح Asymmetric Dominance Effect. الجماعة استغلوا إننا ما نقدر نقدر قيمة الشيء إلا بالمقارنة بأشياء أخرى، فجابوا لك شيء أقل منه عشان تقارن فيه. لذلك اقرأ وتمعن وتمتع في عالم الديسيجن ثيري أو نظرية القرار أو الاختيار. هذه النظرية تدرس منطق وعقلية العميل لما يجي يختار بضاعة مناسبة له. ستجد العجب العجاب. ما حنتكلم أكثر، ما حنتكلم عن كل الأشياء اللي قاعدة تلوث تفكيرنا المنطقي، ما حنتكلم عن الأشياء اللي تدفعنا للاعتماد على حدسنا الذكي، ما حنتكلم عن الأمثال الشعبية ولا المعتقدات الاجتماعية ولا المؤثرات الأخرى زي الخوف والقلق والتفكير الجمعي. حنترك هذه الأعاجيب لفصل الشتاء القادم. نعم، بمجرد أن يبدأ فصل الشتاء حنفتح الباب لكتاب قوي راح نراجع بإذن الله أمام مدفأة البيت الصغيرة في فصل الشتاء الجميل. هذا الكتاب اللي اسمه The Art of Thinking Clearly، فن التفكير بوضوح. هذا الكتاب حيقدم لك جملة كبيرة من أخطائنا المنطقية، ولتثبت إننا بدون أن نترقى سنبقى كائنات لا عقلانية. وقبل ما نودعكم الآن حنترك لكم هدية بسيطة. هذه الهدية عبارة عن فيلم وثائقي ندعوكم لمشاهدته. هذا الفيلم يعرفك بخطورة اللاعقلانية ودورها في صناعة الرأي العام العالمي والأمريكي بشكل خاص. شاهدوا فيلم عظيم اسمه The Century of the Self وحتدعوا لي. نكتفي بهذا القدر على أمل أن تقضوا أمسية عقلانية بحتة مع من تحبون. في حفظ الله. Paper sandwich. Enjoy your meal.